بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا أعنا على ما يرضيك من أمرنا يا كريم يا سميع يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرضى الآن نباشر بكل أدب وبكل حكمة وكل تصديق آية واحدة من سورة إسراء، أي بني إسرائيل، هي 101. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ذكرناها آنفا، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم وقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. هذا قلنا لغة الأعداء، وهم موجودين توا في اجتماعات كما قلنا سرية ولا صريحة، حمقى فضائح فيها، ويحبوا أمريكا اللي مشيتيها دمار كبير، وأوروبا اليوم ربي يفصل بيناتهم، وهذا ما وعدهم اتباع الكنائس، وعدهم ربي بالتشتيت ويضربوا بعضهم بعضا. واليهود قال ربي يرسل عليهم في كل حين من يسومهم سوء العذاب، واحنا جايين ان شاء الله لهذا اليوم على ظهر الركح السياسي ايران وحزب الله لبنان، لكن في الحقيقه جند الخفية قاعد يسيروا، وربي واحد من بين قلوبهم، ومش يضربكم ضرب ما كانت، لا نجلة ما كانتكمش حتى فكرة عليها، والله حتى فكرة. وهذا يزيدنا احنا تصلب في موقفنا ضدكم، لا اعتراف ولا تطبيع معكم يكفي.